ايرو كاتشو كرك جوالات بريطانيا سردانا لالي شكرن بشتي هذين بيشوازي كرن وغريانا كدريج امنا فندرو لالي شدا بيقلوان غريان ما قلك بيزانين بوان بوتن و شروع بكرنا چند ريو رسما بتينا غيران لالي شانوراني و چاوا ايزي دي هاتانو بكاريا وان ريو رسما باريزن و بينا غيران لالي شدا ما بوان ديار كر او جيانا خلقي مي از ديا ايرو كمبادا و جيانا غلقا زحمتا يا دي جي ما بوان بحثي و فرمانه كلا و فرمانه رش يا دوزار و چار دي بسري از ديا تي چه شنگاري براستي دم ما بحثي وان كتشو قرات كلا بيت دست داعش هاتينا قرتنو دورا رزقار بوين ما بوان او قصة تدقوتن دمانت چاو دي بيجين باور ريد كرين عقل مروبي تقبلنا كتبان تي ما بوان ديار كر وچيب سري استيا ما بوان ديار كر وچند او فرمانه فرمانه كالرجب يتعلم سري ازدياد وچيا شنگاري الدورة ما بوان بحثي وان ريبوز ما كرو بتايبت عيدا سري صالة ازدياد چه کرنا هیكا کلان دینا وان و رای کرنا وان اجتماع از دی کلی بکا خالقی تی کا وندت آخی کنا هری بدرگی خوب کن بشوازی عید سری سالی تکن ما بوان بحثی پیروزی موزیکا ایزی دیاده بو شبابا بوان کر اما کوا مهندیسه کا خلکی بریتانیا بو گود براستی اما یکمین جاراز بداروان بیزانیا دکم سن ایزی دیاده أبي لو قال لك يخرج من ما يزيدش نزيد بديك ما يزيد ناسين ما راستي أوان زاني كراستي أوان تيا ما قد أري كربو قال لك جيا ما قال لك جيا خوندي بو سل إنترنت قال ما قال لك كان ورا جديد بو بس ما إيرو يا تورستي إيرو ما راستي أوان ديتكو راستي أوان تيا اللي يزيد يحترم طبيعي اللي كون الجيان يزيد الجيان طبيعي الطين هذا الموجود حق الباب معناها اليزيدية ما يحرثون الأرض حين الشعر يكون كل النباتات تطلع كفار شقائق النعمان اليزيدية ما يتزوجون في شهر نيسان يكون شهر نيسان أجمل شهر في السنة حتى واحد يستمتع به فقط لا نيسان ما تقبل عروسة أحلى منها أوكي إيش نعم نعم Did you get this point? This is very important. أنا شايفة قبلت. When? ممكن. So, in Yazidi, like they are not married in April because they are considered April. We respected the nature because April is the beautiful month in the year. About this, Yazidians don't get married in April. So no one can get more beautiful than the nature. القشور البيض احنا البيض نسلقها ونلونها بالوان الطبيعه معناها تكوين الارض البيضه قبل ما تسلقها هي عباره عن ماء من تسلقها تتجمد من تتجمد معناها الارض تكونت في فلسفتنا الارض تكونت يوم الاربعاء قولي هذا يوم الاربعاء هذا يوم مقدس وليش أكو هذا؟ أنا الأبعة السوداء موجودة عندنا في فلسفتنا أيام طوفان نبي نوح السفينة اللي كان بها كل الكائنات الحية السفينة صدمت الجبل فصار بها كسر تطوف أثناء دخول الماء إلى السفينة الأبعة السوداء خلت نبسة حتى تسد المكان سد المكان أنقذت السفينة استخدمت الذكاء اوكي احنا من نتجاوز من نفوت على المعبد من نفوت على المعبد ما نتجاوز العتبه ماشي اوكي حتى نفوت على الكهرباء خلينا نطلع انا العتبه نتجاوزها هذا الخطه العاديه اللي فوق هي تشوفها من برا كره تلمس الشمس هذا المزار هو اللي زار الأمر قبل ألف سنة جدد الديار الإزيدية بين القديم والحديث
عاش 90 سنة في زواج في حياته ما تزوج كان التالي كان يصوم 40 يوم في الصيف و 40 يوم في الشتاء من مدة 20 سنة يعني 40 الصيف أحر 40 يوم في الصيف أبرد 40 يوم في الشتاء حتى الآن يزيدون هو يسوون نفس لا بس الجبل الفرق بس رجعنا الجبل هذول نفس الملابس وهاي شنو أصل برضه مكان زيتون شنو الفرق بين هذا المكان هو مكان حفظ زيت الزيتون هذا المكان يحفظ زيت الزيتون زيت الزيتون عنده مقدس يستخدمه لإخراج القناديل يومية 366 قنديل بعدد أيام السنة يومي ما كان ابد العلم بقياس ثقافه الشخص ابدا انا خريج انا مدرس اقتصاد اي مدرسه علميه يعني بدنا نعرف عن مين استخدم كل الجديد نعرف عن معبد قديم من المعابد القديمه في منطقه الشرق الاوسط كلمه لا الاشتياق من مقطع الدارج كل كمان لا يعني سكوت ليش بدو شو هذا ليش هذا شيء إيه المكان هذا ديانة يزيدية ديانة قديمة يعود تاريخها إلى 3000 سنة كان اليزيدية يقصون الظواهر الطبيعية الشمس القمر النجوم البراكين الزلازل الفيضانات قسموها قسمين قسم يحبوها مثلا المطر الشمس القمر النجوم كان يستخدموه في حياته لولا هاي البواه لولا وجود حياة الإنسان والحيوان لولا الشمس بما موجودة ما ضحية القمر كان يستخدموه بالليالي المقمرة من شعب اليوم كان 14 بالشهر 15 16 20 يحكوا إنارة فكان بالزراعة يستخدموه من يشتغلوا بالزراعة كان يشتغلوا في الليالي وبالأعراس والمناسبات هسه المنطقة هذه احنا نشوف احنا بيش عشان نقول نقول عمارة نفسها ل 14 احنا نقول مرتب نفسها ل 14 بس ما نقدر يعني ما نحب ما نقدر خابنا نحترمها خوفا منها اصلا في البيت يصير زلزال يا الله يا الله يا الله بس احفظها بس استرنا فقالوا كل هاي الظواهر عبارة عن قوة عبارة عن قوة تدار من قبل أربع قوة هي قوة الله احنا نقول الله خدا خدا يعني خدا معنى خدا خدا هو اللي أعطى نفسه هو اللي خلق نفسه خدا 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 أزدي الله خلقني تدعي الله خلقني أزدي الله خلقني هاي بالكردي أنا معرفة إنه خدا إنه هي كلمتين. تعرف إنه خدا إنه هي الله بس. خدا. إيه خدا. خدا. هو اللي خلق نفسه هو اللي أخلق نفسه. ديانة يزيدية تنقسم إلى ثلاث طبقات. طبقات اجتماعية هي مو طبقات. مو عمودية أفقية. الشيخ البير النبي. الشيخ نسبته تقريبا 15%. البير تقريبا 15%. المريد
هاي طبقة ما تصير عندي تقريبا الزواج داخل طبقة حصلة يمنع الزواج بين طبقة. إحنا في فلسفة إما خلينا نقول نفرض هي كريستيان مسلم ما من حقي أنا غير هذا حدي أنا أقدر أساعد أقدر أنقذ أقدر حتى الأشجار هاي الأشجار هم مقدسة يعني شكلها كلش خليل. إيه نعم سمعنا بهذا المكان دالش لأن أكو واحد صحفي في الأخير سوى تقرير منشوش هاي فيلم يجي شو بقى أنت إيش قال عايش في بريطانيا عايش أنا بعد سنة واحدة لا خدت ولا شيء برضه يعني ما رحت عن بريطانيا لو رحت لا رحت هذا عن طريقه يعني أي هي الجنسة أي وحاليا نقدر نسوي قامة بغداد انت رحت على اهلهم اهل البلد لا هي يعني إذا عجبها تكون تلبس حجاب تلبس حجاب إذا ما عجبها ما تلبس حجاب راح ليش الباب يكون صغير صح عشان اكثر من باب حتى سجابه كان سلامه وصوله كل اليزيديه يتعمدون مره بحياتهم مره مثل المسيح يعني بالضبط نعم بس الناجيات اللي جوا من 11 انعمدوا مره ثانيه اوكي نعم 11 كانوا هنا لا ما وصل